على طول تذكر السور اللي ايه، سور الاعراف اللي على الصراط. فقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وبعدين بص بقى للسجانين وقال لهم كلمه حلوه قوي، قال: ماذا يصنع بي اعدائي؟ فتعملوا معايا ايه؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري. انتوا عارفين احنا مشكلتنا ايه النهارده يا جماعه؟ مشكلتنا اللي بتزعلنا وبتحزننا وبتخلينا متنكدين وتعبانين في دنيتنا، ان احنا جنتنا مش جوه، جنتنا بره. كتير مننا جنته في العربيه بتاعته، في زوجته، في ولاده، في البيت بتاعه، في الفيلا، في حمام السباحه، في وظيفته، في شكله كده يعني. انما وظيفته مش او جنته مش جواه. جنه الامام ابن تيميه قصده بها ايه؟ جنته حبه لله، توكله على الله، القران اللي في صدره، السنه اللي في صدره، معرفته بالله، خشيته من الله، هي دي جنته. قال: انا جنتي وبستاني في صدري، جوه مش بره. انتوا اعملوا اللي تعملوه، انتوا ما تقدروش تتحكموا الا في الظاهر، تعذبوا الجسد، تحبسوني، تحرموني من الاكل، انما تقدروا تحرموني من محبه ربنا، ما حدش يقدر. تقدروا تطلعوا القران ده من صدري، ما حدش يقدر يقرب مني. تقدروا تشيلوا السنه اللي في صدري، ما حدش يقدر. تقدروا تشيلوا من جوايا خشيتي من الله، محدش يقدر يعمل دي ابدا. هي دي المساله، جنته وبستانه في صدري. قال: انا سرت في اي مكان هروحه فهي معي. وبعدين قال لهم: انتوا هتعملوا معايا ايه؟ مثلا يعني هتعملوا اربع حاجات معاه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا بيأسكم مني، انا انسان موصول بالله سبحانه وتعالى، انا قتلي شهاده. لو قتلتوني ابقى شهيد، واخراجي من بلدي لو هتنفوني سياحه، اخرج كده اتفرج اشاهد بديع خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. واخراجي من بلدي سياحه، وسجني لو هتسجنوني، وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من اسره هواه. انا بكلم الاخر بيقول ايه؟ انا عايز اعيش حر، ومحلها عيشه الحريه. شوف بقى الحريه فين والسجن فين. قال: فالمأسور من اسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه سبحانه وتعالى. قعد الامام ابن تيميه في السجن قرا القران حوالي 84 مره، ومات عند تلك الايه: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الايه. في قصه ثانيه جميله قبل القصه دي برضه للامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. كان مسجون في سجن دمشق، وبعدين الامام ابن تيميه على فكره ما اتجوزش لظروف انه قضى اغلب حياته في السجن. وسبحان الله كان امام عالم، شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. طب هناخد اتصال بس بعد ما نخلص موضوع الو بعد ما الامام يخلص السجن ده. فالامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان في سجن دمشق، فخرج من سجن دمشق لقى نفسه كل شويه داخل السجن خارج من السجن، خلاص بقى يعني ده بقى مشكله يعني. فقال: اروح من البلد دي واروح بلد ثانيه خالص. دخل بلد ثانيه، لا داعي للمسميات يعني. المهم دخل بلد ثانيه، فالناس عرفت مين ده؟ ده الامام ابن تيميه، ما شاء الله، شيخ الاسلام، الله اكبر، ده ضيف كريم. واكرام الضيف ها حبسه. فالمهم خدوه من هناك راحوا مدخلينه برضه السجن يعني. فده اكرام الضيافه كان عندهم يعني. فالمهم دخل السجن، فاول ما دخل السجن فشاف منظر غريب جدا، لقى ناس قاعده بقى، اللي قاعدين بقى زي ما انتم عارفين اغلب المساجين الا من رحم الله، اللي بيلعب كوتشينه واللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه. فاستغرب، ملاش حد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا. فالامام دخل فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا له: بنتسلى عشان الوقت يعدي ونخلص، اللي مسجون سنه واللي سنتين واللي 10 سنين، فبنحاول نقضي الوقت ونحاول نسلي نفسنا عشان المده تخلص وايه ونخرج. فقال: ولكنكم عباد لله. انتوا يعني نسيتوا ان انتوا عباد لله؟ طب هتسيبوا الصلاه؟ هتسيبوا ذكر ربنا؟ فبدا يكلمهم، والامام ما شاء الله كان عنده علم وحجه بقى ما شاء الله، وبالاسلوب الجميل كده بدا يذكرهم بالله. فالحمد لله كلهم بفضل الله يعني استجابوا. خلال يومين يا شباب، خلال يومين يا اخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى استقام السجن كله بفضل الله، وبداوا يصلوا الخمس صلوات خلف الامام ابن تيميه. بداوا يصلوا وراه، وبدا بعد كده يعمل لهم ورا كل صلاه درس. مثلا بعد الفجر درس التلاوه، بعد الظهر مثلا درس تفسير، بعد العصر درس فقه مثلا، بعد كل ده ايه صلاه درس. لحد ما كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا لصوص وقطعين طرق والكلام ده كله. سبحان الله، في خلال اشهر معدوده بقوا من علماء الامه. سبحان الله، لكم تتخيلوا هذا؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت ان بعض الناس منهم كان خلاص انتهت فتره السجن بتاعته. فيجي السجان: اين فلان ابن فلان؟ يقول له: ايوه انا. يقول له: افراج. يقول له: مش خارج. يا سبحان الله، زي مش لاعب كده. المهم يا سبحان الله، يعني طب يا ابني ده انت جه وقت الافراج. يقول له: ده انا هنا في جنه، انت عايز نخرج بره؟ تعال شوف الجنه اللي احنا فيها، امام ابن تيميه
رحمه الله رحمه واسعه، وقاعد معه بيتعلم على دي، وسبحان الله ويخرج من الحلقه دي اللي كانت في السجن ديت علماء او من اكبر واجل علماء الامه على يد الامام ابن تيميه، عشان تعرف بس ان انت مطالب ان انت تبقى داعيه في اي مكان، في اي وقت في اي مكان. يعني احيانا الانسان ما يكونش عنده علم ومش عارف يدعو ازاي، والله العظيم باخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك وامانتك انت داعيه. اذكر لكم موقف حلو، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في مره شاب ملتزم ركب الاتوبيس، فركب الاتوبيس من اول الخط وهينزل بعد محطتين، فهو راكب الكمساري طبعا انتوا عارفين بيقطع من اول الاتوبيس تذاكر لحد اخر الاتوبيس، وبعد ما يخلص كله ومقفل الباب القداماني وقاعد ورا على الكرسي بتاعه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه، قبل ما الكمساري يوصل له كانت المحطه بتاعت الشاب ده جت، فاول ما جت المحطه بتاعته فراح ايه، راح مد الفلوس لواحده ست كبيره كده زي امهاتنا، قال لها يا حاج بعد اذن حضرتك لما يجي الكمساري قولي له دي ثمن التذكره بتاعت الاخ اللي نزل. ست اتاثرت جدا ورفعت الفلوس كده قالت لهم شايفين ادي المسلمين وبلاش ولا بلاش، ادي المسلمين ولا بلاش، شوف اخلاق المسلمين. الشاب ما شاء الله ما حبش انه يركب وينزل من غير ما يدفع الاجره، دفع الفلوس ونزل و و و ادي المسلمين وادي، قعد يتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، والناس كلهم تاثروا من هذا الموقف بربع جنيه، بربع جنيه كان دعوه الى الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل الموضوع. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب، احنا لسه بنتكلم في حته انا عايز اتجوز، عايز اتجوز ليه وازاي وامتى. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب ان لازم احبها طبعا قبل ما اتجوزها، يعني ما ينفعش كده اتجوز واحده كده وخلاص اروح اشوفها وفي خلال يومين ثلاثه نعقد ونتجوز، لازم طبعا اعيش قصه حب، ويا سلام لو الحب استمر مثلا 3 4 5 سنين. نصيحه اخوك اللي بيحبك في الله، ونصيحتي دي من خلال تجارب عشتها في حياتي الدعويه الطويله، سمعت مشاكل كتيره جدا جدا، وشفت احوال الناس، وشفت مشاكلهم كانت ايه سببها وعلاجها ايه، عشت مع مشاكل ناس كتيره بالالاف، الاف الاسر عشت مع مشاكلها. نصيحه اخوك ما فيش ابدا قصه حب بتكون قبل الزواج وبتنتهي بزواج، ولو انتهت بزواج بكل اسف بيكون البركه اتنزعت من الزواج ده بعد قصه حب 5 سنين 10 سنين، بعد الجواز بشهرين ثلاثه بيكونوا في المحكمه هما الاثنين قدام بعض. سبحان الله، فين الحب؟ فين قصه الحب الكبيره اللي كانت ما بينهم؟ وفين الكلمات العشق والغرام اللي كانت ما بينهم؟ كل ده اتنسى وتحول الحب والغرام ده كله لخبط ورقع، وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل في النهايه، وبيتعبى في اكياس الله يرحمه. المهم يعني في ايه؟ سبحان الله، هي دي المساله. ولذلك انا عامل لكم درس ان شاء الله قريب، واديته قبل كده في مسجد عزيز، درس مهم جدا اسمه الشباب وفتنه الحب. والله فتنه كبيره ان شاب قلبه يتعلق بفتاه وبيصعب عليا قوي، والله بيصعب عليا ان ابقى ماشي مع حد كده والاقي شاب قاعد على الكورنيش وهيمان مع واحده وعمال، انتوا عارفين طبعا الاسطوانات المشروخه اللي بيقولها الشباب يعني دلوقتي، وعمال يقول لها وبحبك وانت واحلى من القمر وكده والكلام ده كله، والكلام بقى اللي هم حافظينه ده انتوا عارفين طبعا الكلام ده. المهم يعني ايه، وهي عماله تقول له برضه نفس الكلام، وسبحان الله ويبقى الاذان عمال بيأذن حي على الصلاه حي على الفلاح، وهي اغلى عنده من ربنا. دي مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره بجد، ان تلاقي شاب النداء الصلاه ربنا سبحانه وتعالى بيأمره انه يروح يصلي ويسجد بين ايديه وهو واقف بين ايدين فتاه عشان بيحبها ومتاثر بيها. مساله كبيره كبيره جدا جدا لو الشاب يفكر فيها صح. والله سبحان الله لسه اخويا وحبيبي محمد اللي كان معايا دلوقتي بيوصلني بيحكي لي قصه شاب زميله في الجامعه، والله انا اتاثرت بيها جدا. بيقول لي احنا كنا في الامتحانات بتاعت الكليه، فبيقول لي انا ما كنتش فاكر حاجه وهو مش فاكر حاجه، وعمالين نبص لبعض في اللجنه بتاعت الامتحان، انا اضحك وهو يضحك. انت عارف يعني ايه شر البريه ما يضحك، يعني زي ما بيقولوا يعني الاسئله صعبه وهم الاثنين مش فاهمينها، فيعملوا ايه؟ هيقعدوا يعيطوا قاعدين يضحكوا خلاص. فهم خارجين اخونا محمد فبيقول لزميله، بيقول له والله زميله ده كان ماشي مع بنت، بيقول له والله عارف فلانه دي؟ قال له والله ما هتنفعك لما تنزل قبرك، عمرها ما هتنفعك ابدا، لا هتنفعك دنيا ولا اخره. سبحان الله، الشاب ده في نفس اليوم رايح يوصل البنت، لكن هو قال له قبلها، قال له ان شاء الله يعني هحاول ان شاء الله اسيبها وخلاص ناوي يعني. فراح يوصلها، راح يوصلها يعمل حادثه بالعربيه ويموت. بعد ساعتين اخونا بيتصل على الشاب اللي هو زميله ده اللي كان ماشي مع بنت، فبيتصل عشان يطمن عليه، قالوا ده لسه ميت حالا. راح له بيقول فوجئت بالمفاجاه، الشاب اللي كنت عمال انا وهو من ساعتين ثلاثه بنضحك في اللجنه وعاملين بنهزر مع بعض، فجاه لقيته على خشبه الغسل لابس لبسه جامد كاملا
لسه طبعا ما خلعوش لبسه ومحطوط جنبه الحذاء بتاعه. بيقول سبحان الله الموقف ده أثر جدا جدا في الشباب في الجامعة عنده، لدرجة ان ما شاء الله بيقول يعني سبحان الله ثلاثة منهم بفضل الله او خمسة منهم عفوا ختموا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقى طلاب علم، وقعدوا لمدة كبيرة جدا ما لا يقل عن 3-4 شهور ما فيش ولا شاب بيعرف واحدة، ما فيش ولا شاب عنده استعداد يعمل اي علاقة حب مع اي واحدة. ليه؟ اتأثر. طب ده رايح يوصلها وكان بيحبها في الحرام فعمل حادثة ومات على كده. طيب ما انا كمان لو مشيت مع واحدة ممكن اموت برضو انا على كده. هي دي المسألة، الخواتيم. ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمة سبحان الله. طيب عشان تتجوز برضو، عشان بكلم حبيبي واخويا اللي عايز يتجوز، خد بالك من حاجة، لازم تتجوز علشان ما ينفعش ان انت يعني زي ما قلنا تصاحب فلانة وفلانة وتعيش مع دي وتمشي مع دي وفي النهاية ايه ورا ده كله؟ العمر مش هتعيشه غير مرة واحدة. الناس اهل الدنيا اللي هم بيتكلموا عن لذة الدنيا يقول لك سيبنا تمتع، ده الانسان ما بيعيشش غير مرة واحدة. قول له انا موافقك، انا موافق، انا معاك والله، فعلا الانسان ما بيعيشش غير مرة واحدة. يا اما تخش بيها الفردوس الاعلى يا اما تبقى خسران، يا اما تبقى كل حاجة ضاعت. لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله العظيم ناس كثيرة مضحوك عليها، ناس كثيرة ضيعت اغلى حاجة عندها، العمر. العمر يا شباب، العمر يا جماعة، العمر اغلى حاجة، كل لحظة في حياتك هتتحسب عليك. والله العظيم الواحد قلبه بيتحرق لما يعدي يوم وما يعملش فيه اي خير. اخر اليوم الواحد بيقعد يحاسب نفسه، النهاردة عملت ايه؟ حضرت محاضرة، عملت حاجة في كتاب، حليت مشكلة بين مسلمين، ساعدت حد، قريت حاجة في كتاب الله، استغفرت ربنا. يعني مسألة مهمة جدا، فاوعى عمرك يعدي كده هدر. الشاب اللي بيقول انا بتمتع وبعيش علشان انا مش هعيش غير مره واحده، اقول له ماشي، لكن لو مت على المعصيه اخرتك ايه؟ فانما الاعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم. ايه دي المساله؟ فعشان انت مش هتعيش غير مره واحده، اوعى تضيع عمرك، اوعى. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ. ايوه مع حضرتك، انت نمت منين ولا ايه؟ جزاك الله كل خير والله. الله يحفظك ويبارك في عمرك. قناه الناس كل خير والله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. بنزله موضوع الحلقه يعني النهارده هو عن الزواج، يعني انت هتتجوز ولا مش هتتجوز؟ هو ان شاء الله باذن الله ادعي لنا بس حضرتك. ما انا بدعي لك والله، بس لازم تتجوز ان شاء الله. ان شاء الله طبعا يا خاطر يعني. ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بس بسال على حاجه، انا يعني في الاول ساعه ما خطبت يعني كنت انسان يعني شاب عادي، اعرف ديني كويس وكل حاجه، بس طبعا عارف حاجات طبعا المخطوبين ممكن يخرجوا مع بعض، ممكن يقعدوا مع بعض مثلا احيانا، ممكن ايه بيبقى في باب مثلا باب اوضه مفتوح او كده، بس طبعا قاعدين لوحدنا ممكن اكلمها في التليفون. بس الحمد لله ربنا سهل لي خلال الشهر يعني من شهر كده، ربنا الحمد لله سهل لي والتزمت وبقيت يعني احاول اطلق ناحيتي واصلي في الجامع كل صلاه وانزل كمان صلاه الفجر، يعني دي حاجه انا نصيت لها واحمد ربنا على كده يعني. ما شاء الله ربنا. انا كنت عاوز افسر بس من حضرتك على حاجه. اتفضل. علاقه الخطيبه خطيبته في الوقت ده بقى بالنسبه لي انا ولو انا كتبت بس لسه ما دخلتش، ايه برضه العلاقه بيني وبينها؟ حاضر. وجه ايه بالظبط؟ احنا طبعا لسه في حلقه هنعملها كامله بقى. انا عارف ان حضرتك بتتكلم في الموضوع ده، بس انا لا، ما انا هقول لك، انت مقدم، انت ليك انت بقى. والله يا ريت، اتمنى زيك يعني. ده عينيا. ربنا يخليك يا رب، جزاك الله كل خير والله. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب معانا اتصال اخر ونرجع لسؤال لاخونا الفاضل. اتفضل يا اخي العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ محمود. عليكم السلام مع حضرتك. ايوه جزاك الله خير، معانا مسلمين جميعا. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. لو سمحت دلوقتي انا كنت بسال، انا كنت متجوزه ولغايه دلوقتي متجوزه الحمد لله يعني. وعندي ابني 4 شهور. ربنا يبارك لك فيه يا رب. عايزك تعمل لنا حلقه عن تربيه النشء المسلم. ده احنا جايين كل ده حضرتك، احنا نمسك موضوع الاسره المسلمه من الالف للياء. احنا معاكم لحد ما تربوا ولادكم ان شاء الله، ويبقوا ان شاء الله يبقوا علماء ان شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. احنا ان شاء الله هناخدها سلسله كده. انا كنت ناوي الموضوع كله والله كان يبقى حلقه واحده، لكن ربنا قدر من عنده سبحانه وتعالى ان احنا نستمر ان شاء الله في سلسله الاسره، لان الحقيقه مهمه جدا. انا شايف ان تربيه البيت المسلم ده اظن النهارده هيبقى مسؤوليه كبيره جدا ومهمه قوي قوي، ان احنا ازاي نرتقي بالاسره المسلمه انها تكون اسره، انها تكون اسره زي الاسر بتاعت الصحابه،
لما تسمعي مثلا ام سليم وابو طلحه الانصاري وانس بن مالك والاسر الجميله دي، لما نسمع عن ابو بكر وزوجته ومن عائشه والاسر الحلوه الجميله ديت، عايزين اسر بالمنظر ده، فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. طيب معانا اتصال اخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتكلم الشيخ محمود مصر. مع حضرتك ان شاء الله. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. اتفضلي وحضرتك. اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. من فضل حضرتك. ايوه انا ابني في كليه سياحه وفنادق. في حضرتك في كليه سياحه وفنادق؟ اه. نعم. فحضرتك كنت عايز بس اسال، هو دلوقتي هيتدرب في ال ابن حضرتك اللي في كليه سياحه. اه نعم. حضرتك دلوقتي هو هيتدرب ان شاء الله باذن الله في الاوتيل وكده. نعم. ابني. ايوه. انا دلوقتي برضو قلقانه، يعني هل دلوقتي التدريب في الاوتيل او ان هو يشتغل في اوتيل نعم دوت يعني في حاجه حرام او كده؟ على بالنسبه طبعا حضرتك ان عارف ان كل الشغل في الاوتيلات نعم طبعا في خمور وحاجات كده يعني. يعني طبعا هو من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، طالما لو عرف ان المكان ده فيه خمور وحاجات زي كده فالاصل انه يعني ربنا يكرمه ويبعد، لان طبعا يعني الاماكن التي تدار عليها الخمور يعني اماكن موبوءه عياذا بالله، وربنا يرزقه ان شاء الله بالحلال ان شاء الله. طب نرجع لسؤال اختنا الفاضله او اخونا الفاضل في الاول اللي سال عن مساله الخطوبه والعقد. في الخطوبه طبعا العلاقه بين الخاطب والمخطوبه ما نقدرش نقول في علاقه، لأن هو الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، هي وعد بالزواج، بمعنى أنه لو حب أن يكلمها يبقى مثلا على فترات متباعدة ويكون الأسلوب كالآتي: السلام عليكم، يتصل بوالدها فسلام عليكم يا عم، ازاي حضرتك وازاي أخبارك، ويطمن عليهم، وبعد كده أستأذن حضرتك أكلم الأخت في وجود حضرتك، يبقى الرجل قاعد جنب بنته بحيث ما يبقاش فيه بينه وبين بينها وبين خاطبها أي كلام عاطفي، ما يقعدش بقى يقول لها وبحبك عدد نجوم اللي مش عارف ايه ورمال فايه، ما يبقاش في كلام عاطفي، عشان وانا بقول كده لسبب، لان الجوازه اللي بتبدا بمعصيه والله 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 بتتنزع منها البركه. عشان كده احنا مش بنقول الكلام ده تزمت، والله والله احنا خايفين على بيوت المسلمين، بخشى على الشاب انه يتجوز ويلاقي حياته كلها اتقلبت. ليه؟ بسبب المعاصي اللي بداها. احنا عايزين نبدا حياتنا كلها بطاعه ربنا وما يبقاش في حاجه ابدا تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فيكلمها بالاسلوب ده، لو حب يزورهم من ان لاخر يكون على فترات متباعده ويكون قاعد برضه في وجود محارمها، ويحاول طبعا يعني فتره الخطبه دي يحاول يعني يخليها يعني قصيره جدا على قد ما يقدر، بحيث ان هو لما يكون في العقد